كحه بيسنا يا هبين مدي حالي هاد وحي دلو قيستين سركال سرى او كتر سنة عيدان كبولس كصوماليات دل كان ايا وحو كدعي ملو دو دوكسيك تابرك عيدان كبولس كجنرال كاهية سكول بلوسية ادك مدى حمر دجا بين مقالة مقدشو سركال كدل كلو قيستي وحالو قمك عابد جري آدم عمر بيد وحونا كتر سنة عيدان مدى بولس كصوماليات كوحي دلك جيستي وان هيبتو دل اقون ايا قوبتا دلك كجيستين اساقا بحصدي كهور انتا اسان قوبتا تسو قارن عيدا مدى امانكا كواسي هول قلل لقوبا دي قوبا يدب ليدي دلك جيستي قوبتا كسميي اذن عمر بيد او اها سركال كتر سن عيدا انكا بوليس كصوماليا دقيريد سوحا كتعسي يي دوربابا مسولين كتر سن دولادا فرال كصوماليا حبناها كتعسي وحا كمدا مدحوناها مامر كوان فرقل بالعبد عسيس حسن محمد لفت قرين isagoona sheegay in aadan umar biid uu door muuqdo ku lahaa dadaaladii dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya oo xilal muhiim ah uu ka soo qabtay ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdisakuur Warsame ayaa ka mid ah xubnaha ka tacsiyay dilka sarkaalkan ka tirsan booliska Soomaaliyeed muddooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada tani Muqdisho dib ugu soo laabtay dilalka qorsheysan dhawaan ayayna ahayd markii mas'uul hore oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed lagu dilay magaalada Muqdisho.